على الرغم من الأزمة التي تعرضت لها الكويت والعالم نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا، فإن بنك بوبيان استمر في تأكيد ريادته واستمراره في خدمة العملاء بنفس مستويات الأعوام الماضية، ليحافظ البنك على تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت. وتوج البنك ذلك بحصوله على جائزة هامة من مؤسسة سيرفيس هيرو، وهي جائزة أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام 11 على التوالي منذ عام 2010. الحمد لله، بفضل جهود فريق العمل في بنك بوبيان حققنا المركز الأول في جودة الخدمة على مستوى البنوك الإسلامية في الكويت. حققنا للسنة 11 على التوالي، احنا خلال 11 سنة كنا دائما ولازلنا المركز الأول في خدمة العملاء. وخلال الأزمة تأكدت قوة ونجاح الاستراتيجية التي انتهجها البنك منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية، والتي أكدت نجاحها وأهميتها في ظل الظروف التي مرت ولا تزال تمر بها الكويت والعالم حاليا، من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنوات البنك الرقمية. واعتمد اختيار سيرفيس هيرو لبنك بوبيان على مجموعة من المعايير التي تعتمد على استفتاء امتد لمدة سنة كاملة بين المستهلكين الذين قاموا بتقييم الشركات، وذلك على مقياس من مجموعة من النقاط حسب توقعاتهم من مستوى خدمة قبل تجربتها ورضاهم عنها بعد تجربتها.